عندي 250 غرام تاع لا مارغرين ذوبتها. شوفوا جاتني كاس وشويه ماشي حاجه. فوالا عندي كاس تاع سكر كريستاليزي، عندي كاس تاع لا مايزينا، عندي زوج مغارف تاع لا الكاكاو غبرة الكاكاو، باكي تاع لا لوفور، وعندي ثلاث حبات تاع البيض. نبداو في الحلوه ديالنا. بسم الله، الحاجه الاولى نبداو في البيض. الا حبيتو ديروا غير 125 غرام تاع لا مارغرين نقصوا كلشي. الا درتو 125 غرام ديروا زوج حبيبات بيض، ماشي حبه ديروا زوج خير باش تكفيكم وتديكم كميه مليحه. فوالا، وندير السكر. علاه؟ باسكو سكر حبيبات باش يذوب لي شويه كي نخبطو، ونزيد قريصه تاع الملح جامي نساها. فوالا هكذا دوكا نخبط مليح. تقدروا غير بلو فويه، واش اكو على بالكم طاطاكم عيانه شويه، دونك ندير بلو باتور. درك نبدا نزيد لي دام تاعي اللي هي لا مارغرين 250 غرام. ودوكا ندير الكاكاو. قلنا زوج مغارف تاع الماكله هكذا. الكاكاو دائما غربلو باسكو ساعات يكون فيه لي غرومو، ماشي ساعات دائما. فوالا هذه الحلوه، ونقول لكم هذه الحلوه قديمه. ديجا انا كي كنت نقري في 2003، كي كنت نقري كنت في سيب ليكول، كنا نديرو حاجه لوز وحاجه غاتو سيك. دونك اون 2003 ديجا كنت عطيت لهم هاد لا روسيت نتاع لي زورسان. صافي راهي عندها 21 سنه، ماشي 10 سنين، ماشي عامين، ماشي ثلاثه، عندها 21 سنه. سما كنت نعرفها من قبل. لا فوالا دوكا ندخلو. شوفوا ندير الغبار بزاف، لازم ندخلو هو قبل. فوالا زعما حبيت ندير سيرفيس رابيد. فوالا بشويه حتى ندخلو كامل. دوكا كي راني دخلت مليح الكاكاو، كاس تاع شوفوا هاد الكاطو يجي فوندون شويه، يجي بنين. فوالا هنا ندير باكي تاع لا لوفور. فوالا الا درتو 125 غرام ديروا غير نص باكي برك تاع لا لوفور، ما ديروش بزاف. ندخل ثاني لا مايزينا ونكملها بالفارينه. درك نبدا نضيف الفارينه. شوفوا الفارينه ما لازمش ديروها يابسه الحبه، باسكو علاش؟ الكاكاو يشرب من بعد يشرب بزاف وتجيكم يابسه، وتجيكم واعره كي تدوروها تنشق لكم بزاف قبل ما طيب. هي نورمالمون كي طيب لي تنشق، مي نتوما روحو غير بشويه. فوالا درنا لا مايزينا كاس، ودوكا نكملو نطموها. قال لا مايزينا درنا معاها باكي تاع لا لوفور. فوالا ودوكا حتى نطمها حتى تولي عجينه تكون مليحه طريه ما تكونش يابسه. هنا راني وجدت سنيوه بالبابي كويسون، ما عندكمش بابي كويسون ديرو شويه فارينه. دوكا واش ندير العجينه تاعي؟ ها هي وراهي. شوفوا هاي هايله. لازم تقدروا من 20 من 25 غرام حتى 30 غرام. بسم الله. شوفوا ما نكذبش عليكم، انا نحبها شويه كبيره. فوالا ها هي 30 غرام. فوالا شوفوا هكذا ونحطها. هذه نقدر نقول لكم راني نكمل نوزن لي بول تاعي 30 غرام ونولي لكم. كما قلت لكم الفوخ تاعي راهو يسخن، هاهم لي بول راني عمرت سنيوه كامل، ودوك نكمل الحبات اللي بقاو لي. ندخل هاد السنيوه هي الاولانيه طيب. هنا نطابو الحبات كما راكم تشوفوا، لازم يتشقوا شويه. شوفوا بيان لا كولور هايله. فوالا
لازم يجيكم شي مشقوقين على تدخل الشوكولا الداخل. هذه هي هنا راني دوبت شوكولا اون بان ماري ستادير حمام ريم. دوك ندير لها شويه تاع الحليب. بسم الله فوالا. شوفوا دوك ندير الحليب تتكمش كومبليتوم. دوك تشوفوا شتو كيف تتقال وتتكمش فوالا. هاك تشوفوا ما تخافوش منها. فوالا تحكموا لها نعرفها بيان. شوفوا شوفوا قد ما تخبطوا قد ما فوالا. شوف شحال ولات ليس تري بيان. هاكو تشوفوا فيها تخافوش كاع كي تتكمش لكم فوالا. هاي ولات بيان ليس. دوكا نزيد لها قيس زوج مغارف تاع الزيت. بسم الله وحده فوالا زوج. هكذا نزيد نخلط بيان. انا نحب شوكولا نوار. انتم حبيتوا شوكولا انا نحبها هي اون جينيرال دي شوكولا نوار. شوفوا انا شفت كلكو فيديو دايرين محشيه لداخل لي زورس. حنا ما كنتش انا لا ريسيت تاعي تاع زمان ما كنتش نحشي فيها حتى حاجه. الوسم تاعها سي لو شوكولا فوالا. هكذا دوكا فوالا كيفاش تبرق. هاكو تشوفو هو فوالا نغطيها كامل هكدا نطرها بيان ونحطها نديرها بابي كويسون. قبل ما تنشف نوريلكم ندير لها لي غرانولي فوالا. شوفوا الا نشفت لكم الشوكولا تقدروا تزيدوا لها الحليبه ما حتى مشكل. تزيدوا خطوها مليح مليح لي غرانولي ما ديروهمش هنا فوق الشوكولا حتى نديرو في السنيوه سينو الوسمويه يفسد لكم فوالا. فوالا وحتى نكملهم كامل بالحبه حتى نكملهم كامل. لي زوسان تاعي راهم واجدين كيما راكو تشوفوا. نتوما الا حبيتوا الفيرميسال كتر ديروا الفيرميسال كتر كيما حبيتوا فوالا. انا غير على الماكله يجي سهله كيكون ماشي بزاف مي لي فغي زورس معمرين فوالا. الوصفه سهله شوفوا اقتصاديه. ونقول لكم دارت لي الخير والبركه دوك الله يبارك. دارت لي ماشي غير هالتبشي راهم بزياده. قلت لكم الا حبيتوا ديروا نص وصفه ديروا غير 125 غرام تاع الزبده والاخرين المواد الاخرين ولا لي زانغريديون الاخرين كامل قسموهم. شوفوا هذا اللي قسمتها شوفوا كيفاش. شوفوا هايله دوب في الفم والله غير. شوفوا هذا من الحلويات تاعي المفضله. عمري ما ندير العيد ما نديرش لي زورسان بنان بزاف وانا حاجه اللي فيها الشوكولا كاع نحبها. المهم الوصفه تاعي تاع اليوم سهله ديروها للدراري كي يخرجوا من السيد قهوه العشيه. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفه. نتلاقاو في وصفات اخرى باذن الله. معني غنقول لكم في امان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.